عبدالرشيد حسن عبدنور وزيرك وزارة أمنية جبلان أيا بوقضي حرادة عيدة مدى دراويش تمامولك جبلان أي كليهين دولايد كدق مدى بلد حاوية قبل كجدو وحان بوقشد وزيرك كوهلين يي قار كمي ذاها مدانياش بارلمان كجبلان بوقشد كدب أيا وحو وزيرك الشيغي إن عيدة مدى اللوغة باهي هاي إن يوديار قروبان دقال كدناه دقدقا قال الشباب وي بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بوغشيدة ساكا عيدا ماذا أما السفر كي وحكوس ليسنيها إنت بدن وادركتان حسوقة لباتذا لوغي سنية الشعب الصومالية ووغي سنيان لغر قبياشا أرحان لاوياشا أه وحقيقيا شعب الصومالية الشعب يغنى لكن الشعب ما أهن وأورك جماتك أما دبرجونتا شعبك الصوماليين وأورك دبرجونتا شعبك الصوماليين مر هذا الساس تحي وهدف إلهي هيد يقف جاره وجدا يسنجرين وحواجب أه إن قف كست الصومالي مواطن أه وقان كيسي موقف كيسي تبرتيس أنت كجا أدن وكل حياة لجر قبياش سيد لك الصومالي لغز فينها عيدما الصوماليين وزيرك وهذا الكيسسي وطي ايا شيغي ان اي واجب كتها يقف كستو الصوماليا انو نفتي سي مال كيسكو بحيو ان دلك اللقصارو دقدقا قال الشباب اساقو نحسي انو سن اويل كبحين ان دل ان لهين ايضا واسيدا وهذا الكوديغي حقيقيا وحاء دل ان ايضا لهين عيل كمبح حقيقيا وحاء دل ان ايضا لهين عيل كمبح قضب كاسو اميد اللوبة هاي يقف كستو انو فهمو laga bilaabo madaxweynaha dawladda Soomaaliyeed mudane maxaa Cabdullaahi Farmaajo oo hadda dalka madax ka ah madaxweynaha dawlad goboleedyada qof kasto oo mas'uul ah Soomaaliyeed waxa loo baahan yahay inuu fahmo waxa weeyaan awalan dal aan ciidan lahayn ciil kama baxo waxa leeyahay ciidamada Soomaaliyeed u diyaar garowba sad cadawgeena iskaga dhicin lahaadeen gaar ahaan ciidamada dawlad goboleedka Jubaland waxaan faraya ama amraya in uu nin kasto kamid ah laga bilaabo saacadda naftiisa diyaariyo sidoo u badbaadin lahaa shacabka Soomaaliyeed oo aysan dhicin in shacabkayga anaka isku meel nagu laayo midkan isku dilayna aan isku dilno meel ka baxsan shacabkayga midkan dilahay aan ugu dilo meel ka baxsan shacabkayga kormeerka wasiirka amaanka Jubaland uu ku tagay xarada ciidamada daraawishta Jubaland ee balad xaawo ayaa ku soo beegmaya iyadoo toddobaad laga joogo qaraxii zoobe oo ay ku dhinteen boqolaal qof halka kuwa kalena ay ku dhaawacmeen Yunis Maxamed Cali Telefishinka Caalamiga Star Kismaayo